السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 24 أغسطس 2022. نبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي سجل بعض التراجعات المفاجئة بعد سلبية بيانات القطاع الخدمي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. واستقر القطاع الخدمي حاليا في نطاق الانكماش، ولكن تلك البيانات لا تعني تخلي الفيدرالي الأمريكي عن نيته لرفع الفائدة خلال اجتماعه في شهر سبتمبر المقبل. لذلك من المتوقع أن نشهد بعض الحركات التصحيحية الهابطة التي قد تمتد إلى مستويات 107 على أن يعاود الدولار الأمريكي ارتفاعه من جديد على المدى الطويل. ولكن على المدى المتوسط والقصير نلاحظ أن هناك مقاومة قوية عند مستويات 109. في حال فشل الدولار في اختراق تلك المستويات، من المتوقع أن نشهد استمرار للحركة التصحيحية وسط عمليات جني أرباح، ومستويات الدعم على المدى المتوسط ستكون مستويات 107.30. أما بالنسبة لتداولات اليورو دولار، لا تزال النظرة السلبية قائمة، ويفضل استغلال أي ارتفاعات للبيع مع تردي الأوضاع الاقتصادية داخل منطقة اليورو. من المتوقع أن نشهد المزيد من البيانات السلبية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء السلبي لمؤشرات مدراء المشتريات خاصة بالقطاع التصنيعي والخدمي داخل منطقة اليورو. المستويات الدعم التالية ستكون مستويات 0.990، ومن المتوقع أن نشهد استمرار للحركة الهابطة في الوقت الحالي، ولا يفضل شراء اليورو دولار على المدى المتوسط إلا في حال إغلاق 4 ساعات أعلى مستويات 1.0120، وعلى المدى الطويل 1.0350. وبالنسبة لتداولات السين دولار، أيضا تظل النظرة السلبية قائمة، وينصح باستغلال أي ارتفاعات أيضا لبناء تمركزات بيعية. بالمتوقع أن نشهد مستويات 1.1750 على المدى المتوسط والقصير، ولا يفضل الشراء إلا في حال اختراق واستقرار التداولات على الإطار الزمني 4 ساعات أعلى مستويات 1.1880. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، من المتوقع أيضا أن نشهد استمرار للحركة الصاعدة لاستهداف مستويات 139 على المدى المتوسط، بشرط ألا يتم إغلاق يومي أسفل مستويات 135.50. وبالنسبة لأسعار الذهب، من المتوقع أن نشهد يعني حركة عرضية على المدى المتوسط والقصير، طالما استقرت تداولات الذهب أعلى مستويات 1730. تم استهداف المستويات 1750 كما تم الإشارة في فيديو بالأمس. الوضع الحالي يفضل البيع من الحد العلوي لنطاق التداول العرضي على المدى القصير ونصف ساعة، والشراء من قرابة المستويات 1745 للمضاربة فقط. وعلى المدى المتوسط والطويل يفضل البيع في حال إغلاق يومي أسفل مستويات 1725 لاستهداف مستويات 1700. وبالنسبة لتداولات الداو جونز، يلاحظ على الإطار الزمني 4 ساعات ارتداد من المتوسط المتحرك 200. من المتوقع أنه في حال استقرار التداولات أعلى مستويات 32750 أن نشهد ارتفاع تصحيحي إلى مستويات 33200، ويفضل يعني تعزيز التمركزات البيعية على المدى المتوسط في حال إغلاق 4 ساعات أسفل المتوسط المتحرك 200 لاستهداف المستويات 31890. وكانت هذه نظرة سريعة للأسواق. أتمنى لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.